وعلى ربهم يتوكلون. احنا قلنا ان متعلق الجر والمجرور يبقى متأخر، والجر والمجرور يتقدم، يبقى فيه هنا حصر وقصر. نقول لزيد المال، يعني ليس لمين؟ لغيره. إذا قدمتها كده يبقى لزيد المال، يبقى ما حدش مين؟ على ربهم يتوكلون، أي لا على غيره. يبقى قصر التوكل على مين؟ على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل أن الشيء الذي لا تقوى عليه تقول إيه أنا وكلت فلان يعملون، ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا ما أنا موكل فلان، يبقى في قضية كلها لبخ ومش عارف، يقول لك ما أنا وكلت محامي. يبقى إذا المعنى يتوكلون إيه؟ يعني يكلون أمورهم على من ائتمنوه، على إيه؟ على أمورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. الأسباب والمسببات، الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة. وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب ويخلق لي النواميس. الناس تخلق بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انا متوكل على الله، يقول له لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرس الأرض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الأرض وبعدين ترويها وتتعهدها وكل حاجة، دي اسمها إيه؟ الأسباب. وبعد ذلك لا تركن إلى الأسباب، بل قول فوق ذلك المسبب، لأن من الجائز إن الزرع يخضر ويعمل ومش عارف الكوز قد كده والسنبلة قد كده، وبعدين تجيبه تيجي له آفة من مطر أو حر أو إلى آخره، إيه؟ تضيعه. يبقى إذن الجوارح تعمل إيه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل إلى الجوارح نقول له أنت تواكلت. ما يبقاش توكل، يبقى اسمه ايه؟ تواكل. نقلت عمل الجوارح، نقلت عمل القلب الى مين؟ الى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العملية دي، ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله، ان ما سالتنيش او ما سالت زميلك حاجه انت حر، انما تيجي تسالني حاجه اقول لك لا، انت ما خدتش الايه؟ الاسباب، وانت قوي على اخذ المين؟ الاسباب. تقوم تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعه ما جات لك الاصعه وفهل عليها حته اللحمه وبتاع توكل على الله ودع القطعة من اللحم تقفزه إلى فمك. اشمعنى لما جت قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطتها ببقك؟ يبقى دي تتوكل كذب بقى. يبقى أنت توكلت على الله فيما يريحك، لكن فيما يربحك شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل إيه؟ ما يشغلش جوارحه في حاجة.
طب يفرض ان قطعة اللحمة واحد عملها لي كده ورماها في ايه؟ في بوق. انت تتوكل ما تمضغهاش، مضغته توكل ما تبلعهاش. لكن انت تعمل كل ده ولا لا؟ يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك، وما تستعملهاش في الامور اللي ايه؟ الا تتعب. يبقى ده توكل ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون، اي لان الاسباب من خلق مين؟ ما هي الاسباب من خلق الله. يبقى انت حين ترى الاسباب ما انت برضو رايح الى مين؟ الى الله. لكن اذا عزت عليك الاسباب فاعلم ان لك ايه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم والممد من عود. وما دام خلقك وامدك من عود قبل ان يكلفك، قبل ما يطلب منك حاجه خالص، يبقى معقول انه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش، بس خلق لك جوارح، شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله. وعلى ربهم يتوكل.